يسعد لي اوقاتكم متابعين الغاليين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد واماكن حلوة. اليوم حورجيكم مقتطفات من اماكن زرتها بجدة. بالفعل سدى اللي قال انه جدة غير، انا لي ذكريات حلوة فيها. من قبل ما اتزوج كنا نطلع انا واهلي زيارة لعند اخي ونقضي اوقات حلوة ونروح مشاوير، والاحلاها وقت كنا ننزل على الحرم نعمل عمرة. سبحان الله، ايام لا تنسى. ان شاء الله الايام الجاية تكون احلى لي والكم يا رب. المهم اليوم حاخدكم بجولة على اكتر من مطعم رحت لهم، جمعت لكم اياهم بفيديوهين، حاولت اني اصور لكم قد ما في من المطاعم اللي زرتها، بس بتعرفوا قاعدة مع رفقاتي واهلياتنا فما قدرت اخذ راحتي وصور لكم كتير، بس ان شاء الله حتعجبكم الاماكن اللي صورتها. تابعوني لنهاية الفيديو مشان تعطوني رايكم بالاماكن اللي زرتها، واهم شي بليز لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اذا بعدكم ما اشتركتوا. انتوا هيك بهي الطريقة بتكونوا عم تدعموني وتشجعوني حتى اكمل اكتر ونزلكم فيديوهات حلوة ومفيدة لكم. وهلا تعالوا شوفوا المطاعم اللي رحت لها. عنا المطعم الأول اللي هو أنجلينا، موقعه على كورنيش جدة. هلا هيدا المطعم بيحتاج حجز عن طريق تطبيق ماي تيبل، وفي مينيموم تشارج على الشخص اللي هو 150 ريال. طبعا الصغار ما عليهم بس الكبار، واهم شي لازم تحجزوا قبل ما تروحوا، خاصة اذا بدكم تاخدوا سي فيو بدها حجز. وهلا رح اترككم شوي باجواء المطعم حتى تاخدوا فكرة عنه وعن الوجبات اللي بيقدمها. ومن بعد ما خلصنا غدانا طلعنا من المطعم، رحنا تمشينا على الكورنيش. الجو كان كتير حلو وفي نسمة هوا لطيفة كان، والحمد لله ما في رطوبة. أنا من الناس اللي كتير بحب البحر وريحة البحر وصوت الموج. سبحان مالك الملك على هالمنظر ما أحلى، وخاصة وقت غروب الشمس. وهون رحنا على مطعم تاني طبعا بغير يوم، هذا مطعم بابايا. ميزة هالمطعم انه مليان شجر اخضر وقعدته رايقة، بالفعل بتحسوا حالكم قاعدين بغابة، بيعطيكم طاقة ايجابية كتير حلوة ومناسب للجلسات العائلية.
واهم شي انه اكله طيب وظريف مثل ما هلا رح تشوفوا بالفيديو. يلا ما رح احكي كتير، رح اترككم تشوفوا الفيديو مشان ما تحسوا حالكم بدرس عربي وعم تسمعوا موضوع تعبير. وهلا من بعد ما طلعنا من المطعم رحنا تفتيلة بالسيارة على كورنيش جدي الجديد. بالزيارة الماضية ما كان خالص الكورنيش، وهلا بهالنزلة رحت لشوفه. طبعا صلوا فترة خالص، بس انا هلا صحلي لروح. حبيت كتير التغيير اللي صاير، كتير حلو الواحد يتمشى فيه خاصة هلا بالجو الحلو، ومخصصين مكان للعب البسكليتات والولاد يلعبوا وياخدوا راحتهم. وطبعا لا تاكلوا هم البسكليتات لانه مخصصين اماكن لتأجيرها. اللي عجبني كتير انه في منها احجام ومقاسات البسكليتات، يعني في عيلة كاملة من 4 كراسي او في لشخص واحد او حتى لشخصين. انبسطت بروحتي على الكورنيش، صاير شرح ومليان خضار، واضح جدا اهتمامهم فيه للبحر، كتير حلو صاير ومنظم ومرتب. وهلا وصلنا لاخر مطعم بهذا الفيديو، هو مطعم نارنج، كمان قعدته حلوه، بذكرني بقعدات الشام القديمه وقعدات الرواق قدام النافوره، نسأل الله هديك الايام. يوميتها كثير انبسطت انه كان الجو حلو والاجواء لطيفه، وخاصه انه رحنا بدون اولاد، يعني سهره صبايا الله يحميهم الاولاد
نيمناهم وتركناهم عند أخي. يعني أوقات الست بتحتاج تطلع لوحدة بدون ولادها يعني مشان ترجع فريش على البيت وتروق راسها شوي وبترجع بكامل نشاطها وطاقتها، ولا أنتوا شو رأيكم؟ تعرفوا يعني كل حدا بيحتاج وقت خاص لنفسه. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وكان خفيف عليكم. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات أنو مطعم حبيتوا أكتر شي، ونطروني بفيديوهات جديدة وأماكن حلوة كمان بجدة، بس بليز لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا أنتوا جداد. بأمان الله حبايبي، بشوفكم على خير، باي باي.